أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. معكم مدرستكم الست غفران داوود. درسنا اليوم الرياضيات للصف السادس الأحيائي والتطبيقي، محاضرة رقم 22. موضوعنا اليوم هو تكملة تمارين 4-3، اللي هو السؤال الأول. بديناه محاضرة رقم 21 فرع أي. هسه نكمل، نبدأ من فرع B اللي هو كان السؤال جدي واي على الدي اكس للدوال اللي ينطينا اياه. الثاني فرع B الدالة واي تساوي من اكس على 2. اذا قلنا من اللي نعرف انها دالة لوغارتمية. قلنا شلون نشتق الدالة اللوغارتمية؟ القاعدة 1 على الدالة في مشتقة الدالة. إذا مشتقة الواي دي واي على الدي اكس ويساوي 1 على الدالة، الدالة مالتي منو هي اللي ورا اللين؟ فإذا 1 على اكس على 2، في مشتقة الاكس على 2 شنو هو؟ نصف الاكس على 2 يعني نصف اكس، فمشتقتها شنو تبقى؟ بس نصف. واضح؟ فإذا بهيك حالة نجي نقلب هذه القسمة إلى ضرب، فالاكس على 2 تصير 2 على اكس، في شنو؟ نصف. هاي الاثنين بس هذه مقام تختصر. اذا دي واي على الدي اكس يبقى لنا 1 على اكس. اذا فرع بي انتهى، اللي هو مشتقه الداله اللوغارتميه. نجي الى فرع سي، طانو واي يساوي لن الاكس تربيع. اذا ايضا داله لوغارتميه، دالة الورا اللي شنو؟ اكس تربيع. القاعدة شو تقول لي؟ الواي شنو مشتقتها؟ دي واي على الدي اكس. 1 على الدالة، الدالة منو؟ اكس تربيع. في مشتقة الدالة اكس تربيع شنو مشتقتها؟ 2 اكس. ايضا هنا عندي اكس يختصر ويا 1، يعني اكس تربيع اكس في اكس تروح التربيع، فيبقى لنا دي واي على الدي اكس 2 على اكس. هذا كان فرع سي. نجي على فرع دي. فرع دي يقول واي يساوي لن اكس. تبي عزيزتي الطالبة لهذا الفرع، فرع جدا مهم. واي يساوي لن اكس كل مرفوع للقوة 2. هنا عندي دالة أسية دير دي واي على الدي اكس. اذا هنا عندي دالة أسية، يعني من اجي اشتق مشتقة دالة الدالة اللي أخذنا قاعدة رقم 7 من درسنا بالمراجعة قواعد المشتق. إذا شلون أجي أشتق الدالة الأسية؟ الواي شنو مشتقتها؟ دي واي على الدي اكس. تنزل الاثنين لن اكس يصير للقوة 1، في مشتقة داخل القوس. داخل القوس شنو عندي؟ دالة لوغارتمية. شلون أشتقها؟ 1 على الدالة في مشتقة الدالة. أعيدها مرة أخرى، ننتبه لهذا الفرق عزيزاتي الطالبات. أدي دالة أسية واي يساوي لن اكس بس كل مرفوع للقوة 2. انتبه، ميز بينه وبين فرع القبلة كان لن اكس تربيع، هذا لا، الدالة هاي واي يساوي لن اكس كل تربيع، يعني دالة أسية. شلون أشتق مشتقة الواي؟ دي واي على الدي اكس يساوي الاثنين تنزل، رح ينقص من القوة 1 لن اكس مرفوع لقوة 1، في مشتقة داخل القوس. شنو مشتقة داخل القوس؟ شنو دالة؟ لوغارتمية. شلون اشتق الدالة اللوغارتمية؟ 1 على الدالة في مشتقة الدالة. اذا الاثنين نزلناها، لن اكس صار قوة 1، مشتقة لن اكس شنو؟ 1 على الاكس في مشتقة الاكس 1. هسه نيجي نبسط، نجي نقول 2 في 1 هي 2، يبقى 2 على اكس في لن الاكس. هذا كان بالنسبة إلى فرع دي. هسه راح نيجي على فرع اي. واي يساوي لن، ننتبه، 1 على اكس كل تكعيب. بس الواحد على اكس كل تكعيب. تبهيلهم فرع دي وفرع اي عزيزتي الطالبة، ميز بيناتهم. إذا واي يساوي لن 1 على اكس كل تكعيب. شوف القبل الفرع لن الاكس كل تربيع، لا هنا لن ماكو، ما محصور بالقوس. هذه الملاحظه اريدك تنتبه لها.
فواي يساوي لين واحد على اكس كله تكعيب. إذا نقدر نقول البسط يرفع القوة ثلاثة والإكس يرفع القوة ثلاثة، واحد قوة ثلاثة هو واحد والإكس تكعيب، صير عندنا إكس قوة ثلاثة، لأن البسط يرفع القوة ثلاثة والإكس ترفع للقوة ثلاثة. هسا بسطنا، فتحنا القوس واي يساوي لين واحد على إكس تكعيب. هسا أقدر أصعد الإكس قوة ثلاثة إلى البسط، تصير اكس للقوة سالب 3. عندنا احنا دارسين سابقا خصائص اللين، اذا عدي الدالة وراها مرفوعة الى اس اقدر اطلع الاس الى الخارج، هاي درسناها بالصف الخامس. فاذا نقدر نطلع الاس الى خارج اللين، فطلعنا الاس اللي هو سالب 3 بقت لين الاكس سالب 3 لين. ده تلاحظين عزيزتي الطالبة السهل، يعني أقدر أنقل الأس إلى خارج اللين، فصارت واي تساوي سالب 3 لين الأكس. لحد الآن عزيزتي الطالبة أنا مدى أشتق، فقط دا بسط سالب 3 لين الأكس. هسا أجي أشتق، راح يصير الواي شنو مشتقته؟ دي واي على دي أكس. سالب 3 عدد ينزل ثابت، لأن الأكس شلون نشتقه؟ واحد على الدالة في مشتقة الدالة. انتبهنا عزيزاتي الطالبات، فصار سالب 3 ثابت ينزل، لن اكس شلون تشتقيها؟ واحد على الدالة في مشتقة الدالة. هسا نجي نبسط، سالب 3 في واحد سالب 3 على اكس، فالدي واي على الدي اكس هو سالب 3 على اكس. اذا هذا كان فرع اي. هسا نجي على فرع اف. فرع اف يقول لي واي يساوي لن 2 ناقص كوساين اكس. اذا راسا دي واي على الدي اكس واحد على الداله في مشتقه الداله. اذا الداله من عندي 2 ناقص كوساين اكس، في مشتقتها، انتبهي عزيزتي الطالبه، 2 مشتقتها صفر، مشتقه الكوساين سالب ساين، ومسبوق بالسالب، سالب في السالب يصير موجب، اذا يقال بس ساين اكس. نضرب ساين اكس في واحد، ساين اكس على 2 ناقص كوساين اكس، اذا دي واي على الدي اكس يصير ساين اكس على 2 ناقص كوساين اكس. هذا كان بالنسبه الى فرع اف. نجي الى فرع جي. واي تساوي اي للقوه سالب 5 اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 5. هسه من اجي الاحظ هاي الداله شنو عندي؟ اي، اذا شنو داله اسيه؟ قلنا من نشوف لن داله لوغاريتميه، من نشوف الاي دال اسية، فاذا واي يساوي اي للقوة سالب 5 اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 5 دال اسية. اتذكر القاعدة شلون اشتق، انا اريد من المشتقة اولى شلون اشتق الدالة الاسية؟ قلنا تنزل الدالة الاسية نفسها في مشتقة الاس. اذا الواي مشتقتها دي واي على الدي اكس، نزلنا الدالة الاسية نفسها في مشتقة الأس. الأس شنو المشتقة مالته؟ 2 في سالب 5 سالب 10 إكس زائد 3 إكس، شنو المشتقة مالته؟ 3. إذا نرتب نقدر نقدم هذا إلى هنا المقدار، فدي واي على الدي إكس يساوي سالب 10 إكس زائد 3 في الدالة الأسية اللي نطقناها. هذا كان فرع جي مشتق الدالة الأسية. هسه راح نجي فرع إتش. فرع اتش هنا نعطاني واي يساوي عدد 9 موجب مرفوع الى جذر اكس. اذا هذه مو اخذناها مبرهنه 4 3، من عندي عدد الداله مالتي عدد موجب مرفوع لاي داله، شو نجي نشتق؟ ثلاث خطوات اخذناها نتذكرها، ينزل نفسه في مشتقه الاس في لن العدد، ثلاث خطوات مبرهنة 4 3. إذا مشتقة الواي دي واي على دي اكس 9 للقوة جذر اكس نزل في مشتقة الأس، الأس هو جذر التربيع لإكس. طبعا شلون اشتقى؟ يرفع الجذر صار اكس قوة نص، ونجي نشتقى ينزل النص، اكس للقوة نص ناقص واحد يصير سالب نصف. هاي مشتقة الأس في لن العدد، لن العدد.
أيضا هذه بما أنه إكس القوة نص ننزلها للمقام، فيصير 1/2 في جذر إكس، لأن إكس قوة نص يعني جذر إكس، لأن 9 في 9 للقوة جذر إكس. هذا الترتيب اللي تريدين ترتبيه، تقدمين العدد واللن ثم المقدار مالي الثاني. هذه كانت المشتقة حسب تعريف 4 إكلال. هسا نجي إلى فرع آي. فرق واي يساوي 7 للقوة سالب إكس على 4. سبق وأن وضحت لكم هذا، سالب إكس على 4 يعني سالب ربع إكس. ما أريد يعني تنخدعين بيها تقولين قسمة، لا، سالب إكس على 4 يعني سالب ربع إكس. سالب ربع إكس، سالب ربع من تضربيها في إكس هو سالب إكس على 4. ليش أقول هذا؟ لأن أنا عندي مشتقة الأس حتى يكون بسيط عليك. فإذا أجي أشتقها، الواي شنو مشتقتها؟ دي واي على دي إكس. هنا عندنا الواي يساوي بسطت الجيا سالب ربع إكس، جزئته حتى تعرفين سالب إكس على 4 هو سالب ربع إكس. تنزل نفسها مشتقة الواي دي واي على دي إكس، تنزل نفسها في مشتقة الأس، هذا الأس سالب ربع إكس شنو مشتقته؟ بس سالب ربع يقالي في لن العدد لن 7. تريدين تقدمين يصير عندنا سالب ربع في لن 7 في المقدار اللي هو نقانية 7 للقوة سالب إكس على 4.